يقول السائل: ما حكم المسلم الذي لا يحضر الصلوات مع الجماعة في المسجد؟ حكمه أنه تارك لواجب عظيم ومتصف بصفات المنافقين، إلا إذا كان له عذر، مرض ولا خوف. أما إذا كان ما له عذر فإنه يكون ترك واجبا وهو صلاة الجماعة واتصف بصفات المنافقين، لأن المنافقين هم الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يحضرون صلاة العشاء وصلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفهم بالنفاق. التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نفاق والعياذ بالله، حرام وترك لواجب عظيم. نعم.